العدد الحالي للمخيم 13200 تقريبا، والعدد بازدياد بشكل يومي. احنا نطلب كون شهر رمضان على الابواب، نطلب من المنظمات تفعيل المطبخ او تقديم سله تليق بشهر رمضان، هي سلة داعمة لسلة المودة. سلة المودة كلياتها برغل وعدس ورز وما عم تستعمل لشيء نهائيا. فنطلب من المنظمات، وهذا طلب وأكثر من مرة نكرر الطلب هذا ولحد الآن ما استجابت إنه ولا منظمة.